السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض المحاضره رقم 9 في كورس السي اي اي بارت 2، وباذن الله النهارده هنتكلم عن العنوان الثالث في الوحده اللي هي رقم 2. باذن الله عنوان هيكون من العناوين المهمه هنتكلم عنه وهنخلصه كله في المحاضره دي. يا ريت قبل ما نبتدي المحاضره تنزل تحمل الملف بتاع البي دي اف، هتلاقيه موجود عندك في الديسكريبشن، وارجع لي هنا تاني وتابع معايا المحاضره. طيب العنوان الثاني اللي هنتكلموا عليه النهارده، او العنوان الثالث اللي هنتكلموا عليه، اللي هو الاوديتس اوف ثيرد بارتيز اند كونتراكت اوديتنج، تقدر تقول تدقيق الاطراف الثالثه وتدقيق العقود. اول عنوان معايا في العنوان ده هو العلاقات التجاريه الخارجيه، الاكسترنال بزنس ريليشن شيبس، وبيتم الإشارة ليها بالـ EBRS، S دي S الجامعة يعني. الموضوع ده يا جماعة ما اتكلمش عليه خالص هوك، يعني الموضوع ده حصري في جلايم وموجود برضو في الـ BRC، يعني أنا شفته في جلايم وشفته موجود في الـ BRC. بيقول لك هنا المنظمات لديها علاقات عمل خارجية ممتدة متعددة، يعني أي شركة بتشتغل بتستعين بأطراف خارجية، بتستعين بموردي خدمة من الخارج. ناس بقى بتشتغل معاهم في ان هم بياخدوا منهم خدمات مثلا، انك بتاخد منه منتجات وهكذا. ويحتوي دليل ممارسات معهد المدققين الداخليين الاي اي اي، عنده عنوان كبير كده الاي اي اي اسمه الاوديتنج اكسترنال بزنس ريليشن شيبس، تدقيق علاقات العمل الخارجيه. وده بيحتوي على ارشادات مكثفه اكستنسيف جايدنس حول تدقيق علاقه العمل الخارجيه، يعني هو اخد تدقيق العمليات الخارجيه وعلاقاتك الخارجيه بشكل مفصل جدا في الاي اي اي. فبيقول لك لكل من علاقه العمل الخارجيه مخاطر، ودي بنسميها انهيرنت ريسكس، يعني انت تعاونك مع شركات اخرى او مزودي خدمات اخرى، الناس دي بتدي مخاطر، بيبقى ليها مخاطر، المخاطر دي بتؤثر عليك بالسلب وبتمنعك من الوصول لاهدافك. فلازم انت كمدقق داخلي تاخد بالك من الموضوع ده زي ما هنتكلم النهارده. طيب دي مخاطر بسميها inherent risks، مخاطر متأثرة. والإدارة المانجمنت مسؤولة عن إدارة المخاطر، فأنا كمانجمنت مسؤول عن managing the risks ومراقبة المخاطر monitoring the risks وتحقيق الفوائد، إن أنا أعمل achieving للبنفيتس. ولكن التدقيق الداخلي internal auditing يقوم بمساعدة الإدارة assist management ويثبت جهودها validates its efforts. وهنا مساعدة الإدارة ومجلس الإدارة في تحديد وتقييم إدارة هذه المخاطر، يعني بس مش مساعدة للإدارة، لا، كتدقيق داخلي أنت بتساعد الإدارة وبتساعد مجلس الإدارة في تعاملها مع المخاطر. وزي ما قلنا مش بس المخاطر المرتبطة بالشركة، أنا كمان مرتبط بالمخاطر المرتبطة ب اللي هي العلاقات التجارية الخارجية. وقد تتضمن علاقات العمل الخارجية ما يلي، أداك هنا أمثلة على علاقات عمل خارجية. فيقول لك مثلا أول حاجة مقدمو الخدمات السيرفيس بروفايدرز، فيقول لك على سبيل المثال لتقديم خدمات التدقيق الداخلي for providing internal audit services، فأنت بتستعين بمكتب استشارات بشركة متخصصة في التدقيق الداخلي، الناس دي بتديك خدمات في التدقيق الداخلي، فدول بسميهم علاقات العمل الخارجية. تاني حاجة معالجة كشوف المرتبات الـ processing of payroll، برضو الناس بتبقى متخصصة في المرتبات بتتعامل مع موضوع المرتبات. مشاركة الخدمات sharing of service، أو استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات الـ IT service، أو مراكز الاتصالات الـ call centers، أنت ممكن تبقى شركة عندك بتستعين بشركة تانية هي اللي بترد على العملاء وبتاخد الشكاوى بتاعت العملاء وبتتعامل معاها، تمام. فشركة زي دي مثلا اللي انت بتستعين بيها دي، الشركه دي لو عملت مشاكل مع عميل او مع عملاء ممكن ده يعمل لك مخاطر وممكن ده يؤثر عليك بالسلب، فانت كتدقيق داخلي وكاداره لازم تاخد بالك من حاجه زي دي. فده اول شكل اللي هم بنسميهم السيرفيس بروفايدرز، دي امثله عليهم. بعد كده اداك كاتيجوري تاني وهو شركاء جانب العرض السبلاي سايد بارتنرز، فيقول لك على سبيل المثال الاستعانه بمصادر خارجيه للانتاج اوت سورسنج اوف برودكشن، او الاستعانه بمصادر خارجيه للبحث والتطوير اوت سورسنج اوف ريسيرش اند ديفلوبمنت، او الموردين والبائعين السبلايرز اور فيندرز، ده تمام كل الناس دي اللي هي بتؤثر على الجانب المربوط ب
العرض السبلاي. الناحية التانية شركاء جانب الطلب، ناس بتؤثر على الديماند، فبسميهم ديماند سايد بارتنرز، زي مثلا اللايسنسز، الناس اللي معاهم تراخيص بمزاولة المهنة او باللي هم يشتغلوا في الصناعة اللي انت فيها، او الموزعين الديستريبيوترز، او صاحب الامتياز الفرانشايزز او الفرانشايز، يعني الناس معاها امتيازات ان هي برضو تشتغل في شغل انت بتشتغل. برضو نفس الكلام هنا. طيب فدول بسميهم الديماند سايد بارتنرز. من ضمن الحاجات برضو قال لك التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، الاستراتيجيك لايسنس، الاستراتيجيك الاينسز، الاينس اللي هو الاينس اللي هو التحالف، الاينسز اللي هو التحالفات يعني، اند جوينت فينشر، مشاريع مشتركة. فيقول لك على سبيل المثال تقاسم التكاليف في انتاج وسائل الاعلام وتطويرها، كوست شيرنج ان ميديا برودكشن اند ديفلوبمنت. انت دلوقتي عملتوا مشروع مشترك، المشروع ده بيعمل مثلا فيديوهات، بيعمل صور، بيعمل حاجات صوتيات، اشتركتوا مع بعض في انكم تعملوا حاجه زي دي، تمام. ده برضو من علاقات التجاريه الخارجيه. او تاني حاجه تقاسم الايرادات في انتاج وسائل الاعلام وتطويرها، ريفينيو شيرنج ان ميديا برودكشن اند ديفلوبمنت. فانتوا بتشتغلوا هنا على جانب التكاليف، هنا بتشتغل على الايرادات بقى، المتحصلات بيتم تقاسمها ما بينكم. ثالث حاجه تقاسم الارباح، انتاج وسائل الاعلام وتطويرها، بروفيت شيرنج ان ميديا برودكشن اند ديفلوبمنت. انت مش بس الايراد، لا، انت بعد ما تجيب الايراد بتطرح منه تكاليفك، فتكاليفك دي بتديك بروفيت، فالبروفيت ده بيتعمل له شيرنج، بيتم مشاركته. انت الشركه اللي بتشارك معاك في البروفيت بسميها الاكسترنال بزنس ريليشن شيب. طيب خامس حاجه شركاء الملكيه الفكريه، اللي هم الانتكشوال بروبرتي اللي هو الاي بي، زي مثلا تراخيص البرامج، اللايسنج اوف سوفت وير، زي بيقول لك مثلا تشمل الملكيه الفكريه زي مثلا البيتنتس، براءات الاختراع، الكوبي رايت، حقوق النشر، اندستريال ديزاين رايتس، حقوق التصميم الصناعي، بلانت فاريتيز اللي هي اصناف نباتيه، تريد ماركس علامات تجاريه، تريد سيكريتس اسرار تجاريه، كل ده يدخل ضمن الملكيه الفكريه. يعني انتوا مثلا لو بتتكلم على براءه اختراع، انت كشركه اتعاونت مع شركه ثانيه في براءة اختراع، عملتوا جهاز مثلا، عملتوا تصميم، عملتوا اي حاجة. لو بتتكلم على حقوق نشر مثلا، اشتركتوا في كتاب مثلا، اخد بالك، اشتركتوا في اي حاجة، فكل دي برضو تدخل ضمن العلاقات التجارية الخارجية. فكل دي اشكال للعلاقات التجارية الخارجية اللي انت كمدقق داخلي لازم تاخدها في اعتبارك، وتقيم المخاطر بتاعتها، وتحط كنترولز خاصة بيها، او تساعد الادارة ان هي تحط كنترولز خاصة بيها. من بين اشياء اخرى قد يقدم شركاء علاقه عمل خارجيه مزايا، هنا تقول يعني ايه اللي بناخده احنا كشركات ان انا اعمل علاقات عمل خارجيه، فقال لك تكاليف اقل، lower costs، هو عنده تقدر تقول capacity، عنده الخبره اللي تقدر تخليه يشتغل ويقلل من تكاليفه، فبيكون في مصلحتك طبعا بعد دراسه طويله انك تتعامل معاه. او كفاءه تشغيليه افضل، better operational efficiency، عنده المهارات برضو، عنده الخبرات، وعنده الموظفين اللي يقدر يشتغل بيهم بشكل يدي كفاءة. فدي حاجة ميزة انت تاخدها من علاقات العمل الخارجية. او خبرة خاصة، special expertise، برضو انت داخل في صناعة، الصناعة دي عايزة خبرات خاصة، تقدر تاخد الخبرة دي من مورد خدمة خارجي، فبالتالي دي علاقة تجارية خارجية، دي ميزة بتاخدها. او تقنية جديدة، new technology، برضو من المزايا. او علامة تجارية معروفة، known brand. او فروات الحجم، economics of scale، يعني انت بتتكلم على انك تعاونت مع طرف تاني، شركة تانية، الشركة دي عندها مصانع وعندها سوق وعندها اللي هو وفرات الحجم، ان هو يقدر ينتج بتكلفة اقل ويبيع بحجم كبير، فبسميها economics of scale. ويساعد نشاط التدقيق الداخلي كل من الاداره، المانجمنت ومجلس الاداره، على تحديد المخاطر، ايدنتيفاي ريسكس. فخد بالك تحديد المخاطر دي مسؤوليه للاداره ومجلس الاداره. انا دوري ان انا بعمل اسس، ان انا بعمل مساعده.
تقييم المخاطر assess risks وإدارة المخاطر manage risk. بما في ذلك المخاطر مثلا مرتبطة بالreputation اللي هي السمعة، أو الإيكونوميك ريسكس مخاطر مرتبطة بالاقتصاد. وفيما يلي أمثلة على المخاطر الجوهرية اللي هي significant risks المرتبطة بعلاقات العمل الخارجية، وإداك 6 أشكال من المخاطر دي. خلينا نشوفهم بشكل سريع. قال لك أول حاجة قد لا يتم تحديد not be identified، وبالتالي قد لا يتم إدارتها، ما تقدرش تحددها المخاطر دي، ما تقدرش تحددها، وبالتالي مش هتقدر تعمل لها manage، تعمل لها إدارة، أو تعمل لها assist، تعمل لها تقييم، أو monitor انك تقدر تراقبها يعني. فدي اول مشاكل المرتبطة بعلاقات العمل الخارجية. تاني حاجة قد يؤثر او قد تؤثر علاقات العمل الخارجية سلبا على سمعة المنظمة، فيقول لك على سبيل المثال من خلال انتهاك القوانين violating laws. انت دلوقتي ربطت اسمك يا شركة باسم شركة تانية، الشركة التانية دي بتعمل مشاكل وبتعمل انتهاكات للقوانين، فده بيأثر بالسلب عليك انت كمان. أو ارتكاب الاحتيال committing fraud، أو عدم امتثال للعقود not complying with contracts. فدي حاجات بتؤثر بالسلب على سمعة المنظمة، تمام، ودي تدخل ضمن المخاطر الجوهرية. تالت حاجة قد يكون لدى علاقة العمل الخارجية تغطية تأمينية غير كافية inadequate insurance coverage. أنت في الصناعة مثلا بتتطلب يبقى في عندك تغطية تأمينية كافية عشان تعرف تشتغل، لكن اللي انت بتتعامل معاه ده مش عامل للاسف التغطيه التامينيه الكافيه، وده بيؤثر عليك بالسلب. رابع حاجه قد تكون مستويات الخدمه او المنتجات غير مرضيه unsatisfactory، فيقول لك على سبيل المثال بسبب عدم كفايه التعريف في العقد، يعني الحاجات اللي انت الخدمات او المنتجات اللي انت عايزها مش واضحه بشكل كافي في العقود، وبالتالي بتاخد حاجات غير مرضيه، فدي حاجة من المخاطر الجوهرية. وطبعا المخاطر دي زي ما تقال لك هنا يحتاج المدقق الداخلي الى التنبيه الى هذه المخاطر عند تدقيق علاقة العمل الخارجية، يعني ياخدها في اعتباراته يعني لما يدقق على علاقات العمل الخارجية، وهنتكلمه على التدقيق على حاجة زي دي. خامس حاجة قد ينشأ تضارب في المصالح، يبقى عندك conflict of interest. فعلى سبيل المثال عندما يتأثر العمل بالالتزامات في علاقات العمل الخارجية للاعمال تجاه الاخرين، او قد تتاثر كل من جوده العمل الكواليتي اوف ورك او حسن توقيت العمل التايملينس اوف ورك سلبا بسبب الالتزامات التعاقديه تجاه الاخرين، ده يدخل ضمن تضارب المصالح. سادس حاجه قد يؤدي ترخيص الملكيه الفكريه الى اساءه الاستخدام المس يوز او السرقه سيفت او خساره الايرادات اللوس اوف ريفينيو، فيقول لك على سبيل المثال عن طريق السرقه او اساءه الاستخدام الافكار او التكنولوجيا، فدي حاجات برضو تدخل ضمن مخاطرك الجوهرية. سابع حاجة قد يتم فرض رسوم زائدة على المنظمة مقابل الخدمات، بيحصل overcharged for services. على سبيل المثال بسبب خلافات بشأن نطاق الخدمات scope of service بين المنظمة وشركات التجاري الخارجي، انت دلوقتي رحت طلبت خدمة مثلا مرتبطة بأعمال نظافة مثلا في شركة عندك، لكن السكوب او نطاق الخدمه دي ما كانش محدد بالشكل الكافي وما كانش واضح في العقد، وبالتالي هيحصل معاك حاجه اسمها اوفر تشارجد فور سيرفيسز، هيحصل معاك زياده في الرسوم مقابل الخدمات اللي انتوا اتفقتوا عليها. تامن حاجه قد يصبح شريك علاقه العمل او شريك علاقه عمل خارجيه معسرا انسولفنت، يعني هو مثلا انت محتاج منه مبلغ فمش هتعرف تاخده لانه دخل في احصار، او هو معسرا مش ليك، معسرا لغيرك، فبقائه واستمراريته ده يعني ايه موضوع هيبقى مهدد. فدي من المخاطر اللي بتواجهها، ودي تدخل ضمن المخاطر الجوهرية insolvent. الفكرة هنا ان هو ممكن يكون بيحقق ارباح، لكن الارباح دي ما بتبقاش في شكل سيولة يقدر يسدد بيها التزاماته، وده اللي بنسميه technical insolvent اللي هو الاعصار الفني. الاعصار الفني انك بتحقق ارباح لكن ما تقدرش تدفع التزاماتك لان ارباحك دي كلها بالاجل، يعني مش هتستلمها في الفترة الحالية، وفي الفترة الحالية دي للأسف عليك التزامات مش هتعرف تسددها، فانت دخلت كده في الاعصار الفني. الاعصار الفني ده يدخلك في انك يا تدخل في افلاس يا تدخل في اعادة هيكلة، فبيبقى قصة كده طويلة. ده بالنسبة للإنسولفنت اللي هو الإعصار.
تاني حاجة الخروج من العمل الجو اوت اوف بزنس، ان هو يخرج خالص من الصناعة او يخرج خالص من المجال التجاري اللي هو شغال فيه. تالت حاجة غير قادر على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، unable to fulfill contractual obligations. انت دلوقتي في ما بينك وما بينه عقد، العقد ده بينص على التزامات هيقدمها هو، هو ما يبقاش يعني ما يبقاش عنده المقدرة، ما يبقاش عنده العمالة، ما يبقاش عنده الماتيريال الكافية اللي هو يأدي لك الالتزامات المفروض عليه. فدي ضمن المخاطر بتاعتك، ودي طبعا زي ما قلنا دي مخاطر انت كمراجع داخلي لازم تبص عليها. تاسع حاجة، قد تفقد المعلومات السرية الخاصة بالمنظمة، الكونفيدنشال انفورميشن، فعلى سبيل المثال معلومات التعريف الشخصية، وهذا قد يؤدي إلى مخاطر تنافسية كومبيتيتيف ريسكس، أو مخاطر تتعلق بالسمعة الريبيتيشنال ريسكس، أو مخاطر قانونية ليجال ريسكس. يعني أنت دلوقتي بتطلع مثلا أسرارك ل اللي هو العلاقة العمل التجارية الخارجية دي، واللي بيحصل إن الأسرار دي بيقدر حد يدخل عليها ويعرفها وينشرها في السوق، فده يعمل لك مخاطر تنافسية مثلا على سبيل المثال. طيب خلينا نكمل كده، خلصنا اول عنوان فرعي، نخش على تاني عنوان وهو تدقيق علاقة العمل التجارية الخارجية. طب احنا اتعرفنا ايه هي علاقة العمل التجارية الخارجية، وتعرفنا على مشاكلها، اتعرفنا على اشكال علاقات العمل التجارية، وشفنا طبعا المخاطر الجوهرية، هنشوفوا بقى التدقيق عليها ازاي تعمل عليها اوديتينج. فبيقولك قبل تدقيق علاقة عمل خارجية يجب على المدققين الداخليين اولا تحديد ما اذا كان شريك علاقة العمل الخارجية قد وافق على المراجعة، اللي هو الـ EBR partner has agreed to the audit، هل وافق على ان تيجي انت كشركة احنا في ما بيننا اتفاق تيجي تراجع عليا وتراجع على شغلي ولا لا. فبيقولك هنا اول حاجة يمنح هذا الحق عادة في بند التدقيق في العقد المنشئ لعلاقة العمل الخارجي، انت بتحط في العقد ما بينك وما بين الشركة التانية دي انك بتدي لنفسك الحق فيه انك تراجع عليه وتراجع على شغل. فدي اول حاجة. تاني حاجة يحتاج المدققون الداخليين الى فهم جميع عناصر علاقة عمل خارجية. فبيقولك بدء علاقة العمل الخارجية، ازاي العلاقة دي ابتدت. تاني حاجة التعاقد وتحديد علاقة العمل الخارجية. تالت حاجة المشتريات، تمام، يعني مشترياته من الماتيريال اللي هيتم استخدامها مثلا في تصنيع حاجة انتوا اتفقتوا عليها. رابع حاجة ادارة ومراقبة علاقة العمل الخارجية. فبيقولك بما في ذلك اعتبارات البيئة الرقابية لموضوع المديرين، واعتبارات البيئة الرقابية لاستقلالية المديرين، يعني بتشوف الاستقلالية الاوبجكتيفيتي او الموضوعية الاوبجكتيفيتي والاندبندنس اللي هي الاستقلالية للمديرين، اللي هي الانفايرومنت بتاعت الشركة اللي انت بتراجع عليها. قالك دي حاجة من الحاجات اللي بتاخدها في اعتبارك. طيب خامس حاجة هنا قالك من ضمن الحاجات برضو اللي بتفهمها بالنسبة اللي هو علاقة العمل الخارجية، وقف علاقة العمل الخارجية discontinuing the EBR. ماشي. فبيقولك يحتاج المدققين الداخليون اللي هم الـ internal auditors الى فهم توقعات الاطراف expectations of the parties، احنا متوقعين ايه وهم متوقعين ايه. وتاني حاجة وعمليات ادارة ومراقبة علاقة العمل الخارجية process for managing and monitoring the EBR، تمام، انك تعمل ادارة وتعمل مراقبة للعلاقة دي. بعد كده يقوم بعد ذلك بتطوير برنامج تدقيق مناسب باهداف ذات صلة، فهو بيعمل development ل appropriate audit program، لانه مش هيشتغل بشكل عشوائي كتدقيق داخلي، يعني انت هتشتغل بناء على اوديت بروجرام. خد بالك هنا وصفه بانه برنامج للتدقيق with relevant objectives، هتحط فيه اهدافك اللي انت حطيتها بناء على التوقعات، يعني التوقعات هتتعكس معاك هنا في اهدافك. فيقول لك هنا اول حاجه قد تشمل اجراءات التدقيق الداخلي تقييم الامتثال، هتشوف مثلا الكومبلاينس، انت في عليك في الصناعه اللي انتوا فيها دي في عليكم قوانين، في عليكم لوائح لازم تلتزموا بيها، هل في امتثال للقوانين واللوائح دي ولا لا؟ وقال لك برضه الامتثال للعقد، الامتثال للحاجات البنود المحطوطه في العقد، لتحديد ما اذا كان قد تم الوفاء بالالتزامات النقديه وغير النقديه. تاني حاجه قد تكتشف الاجراءات التدقيق الايرادات الفائته الميست ريفينيو، تمام، انت كان في حاجات المفروض يتم تحصيلها
لكن لم يتم تحصيلها، او فروات التكلفه الفائته الميزد كوست سيفنجز، يعني اللي هو الطرف الثاني ده اللي هو العلاقه التجاريه الخارجيه معانا كان ليه يقدر يوفر في التكلفه بتاعته وبالتالي يوفر علينا مصاريف زياده، ولكنه تجاهل حاجه زي دي وما اشتغلش بشكل فعال. فدي حاجات من اللي هتقدر تكتشفها انت كتدقيق داخلي. ثالث حاجه وتحسين التقارير الامبروف للريبورتنج، تحسن في التقارير اللي بتترفع. ورابع حاجه واضافه قيمه، كل ده طبعا بيضيف قيمه، لكن هو هنا قال لك في بند رابع كده قال لك اضافه قيمه الى علاقه عمل خارجيه من خلال ما يلي: الحد من الاحتيال ليميتنج فرود، وزياده الثقه انكريزنج تراست، وتعزيز التغذيه العكسيه الفوسترنج للفيدباك، وتحسين العلاقات الامبروفنج للريليشن شيب. وخامس حاجه واخر حاجه هي مساعده الاداره على تحسين الرقابه الداخليه والخارجيه، هيلبنج مانجمنت امبروف انترنال اند اكسترنال كنترولز. كل ده طبعا بيجي تحت عنوان كبير اللي هو الاد فاليو، الاد فاليو اللي هي اضافه قيمه. بعد كده يقول لك هنا يقوم الرئيس التنفيذي التدقيق اللي هو السي اي اي، او يقرر الرئيس التنفيذي التدقيق ما اذا كان سيتم تدقيق ام لا كل علاقة عمل خارجية على حدة، او علاقات عمل خارجية محددة، او اجمالي عملية علاقات التجارية الخارجية. تمام، يعني هو عنده ثلاث حاجات: هل هناخده كل علاقة عمل خارجية على حدة، ولا هناخده علاقات عمل خارجية محددة، ولا هناخده التوتال اي بي ار بروسيس. تمام، هناخده علاقة عمل تجارية خارجية وناخده كل العمليات المرتبطة بيها. ده قرار في ايد الرئيس التنفيذي التدقيق. طيب هي الحته دي يا شباب اللي هنتكلموا عليها اللي هو السايكل دي. السايكل دي اللي هي مكونه من خمس مراحل، انا ما شفتش اسئله عليها في جلايد، لكن ممكن تلاقيها في حته ثانيه. السايكل دي موجوده في على ما اتذكر موجوده برضو في البي ار سي. تمام، البي ار سي اتكلم عن السايكل دي. خلينا ناخده بس العناوين الرئيسيه فيها. تمام، هسيب لك انا ايه اللي تحت ده تقراه، لكن هناخده العناوين اللي هم الخمس مراحل. فبيقول لك في ما يلي دوره مرتبطه بتدقيق علاقات العمل الخارجيه. تمام، اهي انا حاططها لك هنا خمس مراحل. خلينا نشوفه. اول مرحله يقول لك فهم المنظمه وبيئتها وعملياتها وطبيعه كل علاقه عمل خارجيه. Understanding the organization, its environment, its process, and the nature of each EBR. فاول حاجه الـ Understanding، انك بتفهم المنشأة اللي انت هتراجع عليها دي عاملة ازاي، بيئتها التنظيمية عاملة ازاي، عملياتها عاملة ازاي، والعلاقة ما بينكو يعني الشركة اللي انت فيها والشركة التانية دي، العلاقة ما بينكو عاملة ازاي. فدي اول حاجة بتبص عليها. تاني حاجة تقييم المخاطر والرقابة، بتعمل assessing للريسكس والكنترولز، شوف المخاطر اللي في الشركة، الكنترولز اللي بتحد من المخاطر دي عاملة ازاي. تالت حاجة اجراءات المراجعة، البرفورمينج ذا اوديت، خلاص بقى انت بتبتدي بقى ايه الاوديت بروسيجرز، اجراءات المراجعه بتاعتك. طيب رابع حاجه الابلاغ، بتعمل بقى ريبورتنج. تمام، الريبورتنج ده طبعا بيطلع عليه البورد والسينيور مانجمنت. خامس حاجه بتعمل التقدم، او مراقبه للتقدم، مونيتورنج للبروجريس. وساعات بيحطوا الريبورتنج والمونيتورنج للبروجريس في خطوه واحده، يعني الاثنين دول كده بيبقوا مع بعض. فبيبقى عندي اربع مراحل، فور ستيبس. طيب مثلا لو شفنا في مراقبه التقدم، يقول لك قد يحدد المدققين الداخليون ما اذا كانت النتائج اللي هي الفايندنجز اللي هي مثلا اوجه القصور اللي تم اكتشافها قد تمت معالجتها. انا دلوقتي رفعت تقرير، التقرير دي فيه فايندنجز، الفايندنجز دي مصحوبه كده بريكومنديشنز، هل تم تطبيق الريكومنديشنز دي، التوصيات دي، ولا لا. وقد تساعد ايضا في تحديد ما اذا كانت علاقه العمل الخارجيه تدار بشكل جيد، ويل مانجد. ماشي، تالت عنوان معايا فرعي هو عمليات تدقيق الطرف التالت، الثيرد بارتي اوديتس، ان هو بقى يجي هو يراجع عليك. تمام، انا كنت براجع عليه، لا هو بيراجع عليا. قد يتم مراجعه المنظمه اللي انت فيها، يعني
وهذا أمر روتيني، يعتبر روتين بالنسبة للمؤسسات التي تصدر قوائم مالية عامة الاستخدام وللعديد من علاقات العمل الخارجية. تمام، منشأة عندها العديد من علاقات العمل الخارجية ممكن برضو يتحط ان هو يقدر يراجع عليه. طبعا بند زي ده زي ما قلنا بيتحط في العقد. فيقول لك على سبيل المثال، ما اذا كانت المنظمة هي مقدم خدمة فيجب على المدققين الخارجيين والداخليين لعملاء المؤسسة الحصول على تأكيد بشأن امن عمليات المنظمة والوفاء بالالتزامات التعاقدية. انت بقى انت بتدي خدمة، فهو كمدقق خارجي مثلا هيراجع على القوائم المالية، مدقق داخلي هيراجع على امن عملياتك اللي هي المنظمة وانك بتلتزم بالالتزامات التعاقدية. عمليات التدقيق هذه شائعة جدا في المشاريع المشتركة، لما بيبقى فيه جوينت فينشر كده دايما بيبقى فيه تدقيق متبادل. وتدقيق نموذجي اخر من طرف ثالث هو التدقيق الذي يقوم به مسجل مؤهل كجزء من عملية شهادة الايزو. انا عندي حاجة اسمها الايزو سيرتيفيكيشن، الايزو دي بيتعمل عليها برضو تدقيق، بيجي حد يراجع عليك وبيتأكد انك بتلتزم بمعايير صناعية بتبقى محطوطة في الشهادة دي. في هذه الحالات يجب على المدققين الداخليين تنسيق ان هو يعمل كوردينيت انشطتهم مع انشطة مدقق الطرف الثالث اللي هو جاي يراجع عليك. ده لازم يبقى فيه كوردينيشن، يبقى فيه توافق كده وفيه تنسيق ما بينكم لمشاركة المعلومات شير انفورميشن ومنع ازدواجية الجهود بريفنت دوبليكيشن اوف ايفورت، بتشاركوا معلوماتكم مع بعض وبتمنع برضو ان يبقى فيه دوبليكيشن، ما ينفعش هو يراجع على حاجة انت تراجع عليها تاني وهكذا. طيب رابع عنوان معايا هو تدقيق العقود الكونتراكت اوديتنج. العنوان ده هيكلمك في شويه حاجات مهمه وعليه اسئله كتير، خلينا نشوفه. فبيقول لك غالبا ما يقوم المدققون الداخليين بتنفيذ ارتباطات لمراقبه مونيتور وتقييم ايفالويت كل من عقود البناء الهامه السيجنيفيكانت كونستراكشن كونتراكتس وعقود التشغيل الهامه السيجنيفيكانت اوبريتنج كونتراكتس التي تتضمن تقديم خدمات. فانا ممكن يبقى عندي عقد مرتبط بخدمات انا بقدمها، خدمات مرتبطه بصيانه مثلا، خدمات مرتبطه باصلاحات، خدمات مرتبطه بنظافه. تمام، فده بسميها الاوبريتنج كونتراكتس، عقود تشغيليه، او عقود بناء كونستراكشن كونتراكتس، عقود بناء. ثالث شكل من العقود وعقود تصنيع المعدات والالات الخاصه. الشكل ده اتكلم عليه البي ار سي، ما اتكلمش عليه جلاين. مانيفاكتشرنج اوف سبيشال اكويبمنت اور ماشينري. تمام، انت ممكن يبقى في عقد على آلة هيتم تصنيعها على مدار 5-6 سنين مثلا. تمام، ففي ده شكل برضو من اشكال العقود اللي هنتكلموا عليها هنا. جاك لايم حط سؤال هنا، هو في سؤالين تقريبا هنا، يقول لك which of the following best describes function of contract auditing. مين من هنا يعتبر الافضل في وصف وظيفة الكونتراكت اوديتنج تدقيق العقود؟ وقال لك الاجابه هي دي، مونيتورنج اند ايفالويتنج سيجنيفيكانت كونستراكشن كونتراكتس. اهي اهو التعريف ده، مونيتورنج ايفالويشن ل سيجنيفيكانت كونستراكشن كونتراكتس. معنا السؤال الثاني، خلينا نشوفوه. لا حول ولا قوه الا بالله، ثواني. ايوه طيب، السؤال الثاني معانا يقول لك an internal auditor is conducting an audit of contract to build a new branch office. تمام، هو بيعمل دلوقتي audit، بيعمل تدقيق لعقد مربوط ب هنبني new branch office. تمام، the audit should consider whether the auditor هنا the auditor should consider الauditor هيبص على ايه من التلاتة دول. الماتيريالز يوزد ان كونستراكشن ميت سبيسيفايد كونتراكشوال ستاندردز، هل الماتيريال زي المتحدده في العقد ولا لا؟ فدي حاجه هيبص عليها. الكونتراكتور الكونتراكتور هاز استابليش افرود هوت لاين، هل حط هوت لاين خط ساخن كده للعمليات الاحتياليه؟ دي حاجه انت مش هتبص عليها. الكونستراكشن از اون سكيدول، هل يتم البناء وفقا للجدول المحطوط والخطط اللي محطوطه؟ فدي حاجه هتبص عليها. فالاجابه هي 1 و3، الاجابه بي، الاجابه بي. طيب خلينا نرجع ونكمل. بيقول لك هنا الانواع المعتاده في الاتفاقيات لمثل هذه العقود هي 3 اشكال. فانا عندي 3 اشكال شائعه في العقود اللي بالمنظر، اللي هي عقود البناء، عقود التشغيل، عقود التصنيع.
قال لك اول حاجه المبلغ الاجمالي او بسميه المبلغ المقطوع اللي هو اللامسم، وده بيبقى فيكسد برايس، ممكن اسميه فيكسد برايس، وده عقد بسميه اللامسم كونتراكتس او عقود المبلغ الاجمالي او المبلغ المقطوع. تاني شكل من العقود اللي هو التكلفه الاضافيه الكوست بلس، الكوست بلس كونتراكتس، عقود التكلفه الاضافيه. طبعا كل واحده من دول هنتكلموا عنها بالتفصيل. تالت حاجه سعر الوحده اليونت برايس كونتراكتس، عقود سعر الوحده، وسوف ياتي الحديث عن كل عقد من تلك العقود. طيب ثواني كده يا شباب اشوف بس هل معايا وقت. للاسف معيش وقت، فانا هسيب لكم معلش الحته بتاعه العقود دي. هي سهله جدا الفكره دي، برضو يعني بتدرس في شهادات تانية، يعني السي ام اي مثلا بارت 2 بتدرس البرايسنج، فبتدرس اشكال العقود دي. الموضوع العقود ده موجود، وموجود عليه اسئله زي ما انت شايف، هتلاقي كده في كل شويه اسئله. فمثلا اللامسم فكرته بشكل بسيط، اللامسم ده ان هو بيبقى فيه مبلغ ثابت، تمام، مبلغ ثابت متفق عليه. طيب الكوست بلس، لا الكوست بلس انا باخد من التكلفه اللي هيتم تكبدها نسبه مثلا، او بنتفق على التكلفه. يعني انت بتديني كوست استيميشن ان انت متوقع المشروع ده هتعمله مثلا هيكلفك 10000 ريال مثلا او 10000 دولار، تمام، اننا في السي اي خلينا 10000 دولار، ف 10000 دولار وهتاخد عليهم بروفيت مارجن كده تقدر تقول مثلا 20% مثلا، فهتاخد 2000 كمان زياده، فربحك هو 2000، تكلفتك هي 10، الايراد بتاعك كله كام؟ 12، تمام. فهي دي شكل من الكوست بلس، او يبقى نسبه. يعني احنا اتكلمنا على شكل النسبه، ممكن نتكلم على شكل ثابت. يبقى الاتفاق كده، انت التكلفه بتاعتك اللي هتتكبدها هدفعها لك، وهدفع لك عليها مثلا 2000 ريال. فده شكل، فهو في شكلين من الكوست بلس كونتراكتس. برضو من الاسماء اللي هي غير شائعه للشكل ده من العقود هو عقود استرداد التكلفه، الكوست ري امبريزابل كونتراكتس، ري امبريزابل يعني ايه؟ قابله للاسترداد، تكاليف بتبقى قابله للاسترداد، طبعا دي عقود. طيب ده شكل، اللي هو بقى الشكل الاخير معانا اليونت برايس كونتراكت. هنا بيبقى فيه مقياس مناسب للعمل، زي مثلا ان انا اقول لك فدادين اكريس، تمام، اتمنى النطق يكون مظبوط، او ساحات مكعبه كيبل ياردز، او قدم مربع سكوير فوتج، تمام. فلما يبقى فيه مقياس كده محدد اهو، مقياس مناسب للعمل، بسميها اليونت برايس كونتراكت. طيب خلينا نكمل. لما اكلمك عن تدقيق العقود اتكلمك على حاجه اسمها تو بروتكت ذا اورجانيزيشن، انك تحمي المنظمه. فبيقول لك لحمايه المنظمه يجب اشراك المدققين، يجب اشراك المدققين الداخلين في جميع مراحل عمليه التعاقد، تمام، في البروسيس كلها، وليس فقط في مرحله الاداء، مش بس في مرحله تنفيذ العقد، لا، في من اول ما ابتدينا الاتفاق. ويجب عليهم مراجعة شروط العقد. فأنت كتدقيق داخلي لازم تشوف الترمس اللي محطوطة في الكونتراكت، ويقول لك ما يلي: إجراءات تقديم العطاءات، إجراءات تقدير ومراقبة التكاليف، الموازنات والتوقعات المالية، معلومات المقاول وأنظمة الرقابة، المركز المالي للمقاول، مسائل مرتبطة بالتمويل والضرائب، سير المشروع والتكاليف المتكبدة. فكل دي حاجات أنت بتبص عليها كتدقيق داخلي. اخر حاجه هنختمه بيها هي جزئيه اتحط عليها سؤال في جلايم، وبيقول لك: عند مراجعه عقد شراء انظمه تطبيقات الاعمال يجب على المدقق الداخلي ان يوصي بيه. انت دلوقتي رحت لشركه متخصصه في البرمجه، الشركه دي هتعمل لك برنامج متخصص يخدم اهدافك، البرنامج ده هيبقى حسب الطلب. فقال لك انت كمدقق داخلي لازم تحط ان العقد يحتوي على شرط او بند تاكيد كود المصدر، الكونتراكت كونتين ا سورس كود سكرو كلاوز، كلاوز اللي هو بند يعني او شرط، وسورس كود سكرو اللي هو تاكيد كود المصدر، انك هتاخد الكود اللي اتبنى بيه البرنامج ده. فبيديك هنا انك من المهام اللي تقوم بيها كتدقيق داخلي لما ترتبط بحاجه مرتبطه بالبرامج، حط في اعتبارك الموضوع ده لازم تاخده. ودي للاسف مشكله، انك تاخد برنامج وما تعرفش تاخد الكود بتاعه. واللي بيحصل ان الشركه بتتفق معاك على برنامج،
تيجي انت تاخد البرنامج ما تعرفش تعدل عليه، ما تعرفش تشتغل عليه، ما بقاش متاح ليك انك تقدر تدخل وتعدل في البرمجة بتاعته، تضيف حاجة، تشيل حاجة، تعدله طول ما انت شغال يعني، وبالتالي بتضطر انك ترجع لهم، تمام؟ فهو بيمسكك من رقبتك. فحل حاجة زي دي انك لا، الكود اللي اتعمل بيه البرنامج الكود ده يكون موجود معايا. طبعا الكود ده برضو مش بس في البرامج، حتى لو بتتكلم على موقع الكتروني، يعني انت كشركة عملت موقع الكتروني لازم الكود اللي اتعمل بيه الموقع الالكتروني يكون موجود معاك. فقال لك دي حاجة تأكد ان هي موجودة في العقد، لان انت لو ما اتفقتش عليها وبعد ما خلصتك البرنامج او خلصتك الموقع الالكتروني هيرجع يساومك على الكود ده ويطلب منك فلوس تانية، والموضوع ده حصل معايا انا شخصيا. طيب خلينا نكمل. يتطلب شرط بند او تاكيد الكود المصدري ان يتم الاحتفاظ بكود مصدر التطبيق في حساب التاكيد من قبل طرف ثالث موثوق به. ماشي، يعني ممكن تحتفظ بالكود ده مع حد ثالث. ويتم يقوم الطرف الثالث اللي هو الثيرد بارتي ده باصدار شفره المصدر الى المشتري او المرخص له عند وقوع حدث او احداث محدده في الشرط او البند. ماشي، يعني الكود ده يكون مع واحد وتقدر تاخده منه في حاله حدوث اي مشاكل. وبكده يا شباب تكون خلصت المحاضرة بتاعتنا. اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم، لو عجبتك شاركها وسجل اعجابك وسيب لنا كومنت جميل كده زيك، ولو مش مشترك اشترك، ونشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم.